أهلا بكم سيداتي وسادتي، ومرحبا بكم بفيديو جديد حصري هنا لشركة أوربكس. أنا معكم أشرف العايدي. قبل ما نتكلم عن موضوع اليوم، أريد أن أنبهكم بأنه يحصل لي الشرف أنه سأكون موجود مجددا في دبي هذا الأسبوع يوم الأربعاء والخميس، 29 سبتمبر أيلول و30 سبتمبر من هذا الأسبوع، الأربعاء هذا والخميس هذا، في معرض الفوركس اكسبو بدبي في الوورلد تريد سنتر. اوكي، في الوورلد تريد سنتر، وفي الفوركس اكسبو هذا هو الرابط في بوث رقم 6 مع اوربكس. وانا سمعت العديد من الجوائز ومن الهدايا الذين يهدوها الشركات، لكن الشيء اللي راح للفائزين وللناس اللي يمكن يتأهلوا، لكن سمعت كثير من الأشياء اللي بيسوها الشركات، لكن أوربكس فعلا مجهزة إشي رائع، وخلينا نقول ثمين وفريد من نوعه. فإن شاء الله نشوفكم يوم الأربعاء أو الخميس في الفوركس إكسبو في دبي هذا الأسبوع. طيب، خلينا سيداتي وسادتي، أول إشي كان في إشي هون مهم، والحب تقدر تروح هنا في ال يعني إذا بتروح هنا في موقعي، بتروح في الفوركس إكسبو، تدخل وهذا هو الموقع theforexexpo.com دبي. أوكي، وأوربكس راح يكون هم العرض الأساسي، الشركة الأساسية في هذا المعرض. أوكي طيب، خلينا نبدأ بالحركات هذه في الذهب، وخلينا بس ندخل بالموضوع. هلا اكيد شفتوا العديد من الفيديوهات اللي حطيتهم في على يوتيوب، ونبهتكم انه والسؤال اللي دائما لازم نساله ودائما لازم نجدده، انه هل اللي حدث في الذهب هنا الكراش هذا في 2013 و2014 سيحدث هنا؟ اوكي، يعني الآن النموذج نفس الإشي، وفي هناك عدة أسباب فنية التي تدعى تخلي الواحد يفكر ولا يصدق إنه راح يكون فيه كراش ولا ينزل. سأقول لكم لماذا أعتقد أنا، يعني في وجهة نظري، إنه يمكن سنقترب إلى 1700 ولا 1720، يمكن بالأحرى يعني نشوف 1690، لكن لن يكون هناك كراش، وأعتقد في المدى الطويل راح يكون في ارتفاع. في هناك عدة أسباب اقتصادية فنية أساسية، أوكي، التي ذكرتها سيداتي وسادتي، ذكرتها هنا، وطبعا لازم نجددها هنا في قناتي في يوتيوب. هذا آخر فيديو، إذا بتشوفوا هنا هذا الفيديو في الإنجليزي وبالعربي، وهذا الفيديو بالإنجليزي وبالعربي، هل الذهب ومخاطر الفيدرالي، هل ممكن انهيار مجدد في الذهب، وآخر فيديو اللي عملته كان هون عن الذهب كان هون. فهنا ندخل في التفاصيل، لأنه الفيديو هدول الفيديوهات 30-40 دقيقة، 15 يعني ربع ساعة بالإنجليزي ربع ساعة بالطب العربي، وندخل بكل التفاصيل على كل حال. لكن ليش عم أذكر نفس ولازم نذكر نفس الموضوع، لأنه لازم نجدد ونندد ونحدث الأسباب، وهذا هو المهم، إنه الواحد بيكون محلل ولا بيكون متداول لازم دائما يزور ويراجع قراره أسبوعيا يوميا. هذا يعتمد على المدى الزمني، الفترة الزمنية في التداول. فآخر إشي اللي شفناه، وخلينا ندخل بس اليوم بالتفاصيل، اليوم بالضبط، اليوم مش اليوم، امبارح الاثنين، شفنا إشي كتير مهم، كتير تطورات كتير مهمة. إنه أنا قلت كتير مرات إنه العائد لما يرتفع، والعائد الحقيقي لما يرتفع يكون صعب، يكون سلبي للذهب. وأخيرا العائد العشر سنين على السندات الحكومية بعدما فشل المقاومة هذه مرة مرتين ثلاثة أربعة، وبعدين لما كسرها، والآن كسر trend line resistance اللي هو الدعم الاتجاهي اليومي، ونقول إنه المقاومة الجاية راح تكون 53 1.53 1.54 المقاومة الجاية.
أسبوعيا. إحنا لساتنا ما قربنا نهاية الأسبوع، لكن إذا في نهاية الأسبوع وسيكون مع نهاية الشهر والربع سنوي، إذا نغلق فوق 49 فهذا يكون إغلاق مقنع فوق هذا المثلث، ويمكن يفتح الطريق إلى 53-54 وبعدين فوق، وهذا يمكن سيعيق الذهب والفضة في المدى القصير. أوكي؟ لكن اليوم سيداتي وسادتي، يوم الاثنين شفنا هذا الارتفاع، شفنا الذهب نزل شوي بعدين ارتفع، لكن بقى فوق الدعم على المدى القصير. ما هو الدعم هذا؟ خلينا نروح في الذهب. هنا في الذهب سيداتي وسادتي، إذا ندخل هنا في الذهب يوميا، شفنا ارتفاع حاد في العوائد، لكن الذهب ما عمل كراش جديد. فخلينا بس نلخص، مش نلخص، خلينا بس نبسط الأمور شوي. الأشياء هنا إنه الارتفاع في الذهب ولا الصمود في الذهب على الرغم من ما حدث في العوائد، أول شيء خلينا بس نراجع السؤال. السؤال اللي لازم نراجعه هو إنه بس دقيقة نروح هون، والسؤال الكبير إنه هل فعلا هلا هنا عندك الدعم في الذهب، أوكي، 31 هذا اللي هذا يشير إلى العوائد، لكن الذهب لازم تروح على الشمال هنا وتشوف. فأول إشي الأصفر هو الذهب، وحاليا نحن هنا في، لازم تروح هون 1750 شايف على الشمال، هذا العوائد ناقص التضخم. فزي ما شفنا الكراش اللي صار في 2013 و2014، الكراش اللي صار سيداتي وسادتي، الكراش اللي صار من أسبابه كان الارتفاع الصعود في العوائد. والسبب الرئيسي إنه لا أتوقع إنه الذهب راح يعمل نفس الكراش، لأنه لا أتوقع سيكون هناك الصعود الحاد في العوائد. لماذا؟ وذكرت هذه الأسباب عدة مرات، لكن أول إشي إنه الإشي اللي صار هنا هذا أتى مع قوة الدولار، لأنه في 2013 و2014 البنك المركزي الأمريكي الوحيد هو اللي كان الوحيد اللي كان يقلص السيولة وبعدين رفع الفائدة، بينما البنك المركزي الأوروبي عمل العكس. البنك المركزي الأوروبي ضخ السيولة وبعدين خفض الفائدة، وهذه السياسة المنعكسة أدت إلى ارتفاع حاد الناس. هذه كانت أفضل صفقات في العالم، كانت ناس بتغمض عينيها وتشتري الدولار في 2013 و2014. أوكي؟ والعامل الآخر لازم تفهموه سيداتي وسادتي الذي أدى ولا ساعد وساهم في ارتفاع الدولار والكراش في الذهب وفي النفط، إنه قوة الدولار أدى إلى انكماش سعري، أدى إلى انكماش سعري. وسيداتي وسادتي والأشياء اللي عم نشوفها الآن هلا، وكان في هناك اليوان الصيني كان ضعيف، فلما الدولار يكون قوي مقابل الصيني، الدولار اللي يشتري الأشياء اللي بيشتريها من الصين، الواردات اللي بيستوردها من الصين بتكون سعرها رخيص. هذه ليس الحالة الآن. أوكي؟ هذه ليس الحالة الآن. الحالة الآن إحنا داخلين في أزمة تضخم، ولا أريد أن أفزع الناس، لكن التضخم رح ندخل فيه، داخلين فيه إشي كتير كتير حاد. ولما يكون في تضخم عالمي هذا دائما يكون نوعا ما سلبي للدولار، لأنه ليس فقط البنك المركزي الأمريكي، أول شيء البنك المركزي الأمريكي لساته نائم في السيارة، البنك المركزي الكندي بدأ يقلص السيولة، البنك النيوزيلندي سيبدأ، البنك النيوزيلندي انتهى، البنوك في البرازيل وفي تركيا وكلهم بدأوا يرفعوا أسعار الفائدة، لكن لا يهم الآن على الدول الأخرى النامية، ولكن وكل البلدان عم تتكلم عن تقليص السيولة. فلما البنك المركزي ما يكون اللاعب الوحيد الذي يريد أن يتكلم على التقليص مثل كانت في الحالة هذه، هذا مثل ما كانت هنا
هذا لن يؤجل الدولار. هلا خلينا نتكلم على التضخم. هلا انتم كلكم عارفين انه التضخم لازم يكون يستهدف 2% والان صار 4%، لكن خلينا نقول لكم الشيء اللي عم بيصير الان بالعالم الذي يؤدي الى الذي يساعد في ارتفاع التضخم، وبعدين راح اقول لكم بشكل مختصر لماذا البنك المركزي ما زال يحث على ارتفاع التضخم وليس جاد يعني بالضبط انه بده يتحكم، لانه في اول شيء قبل ما انا اقول ذلك عندنا The broken supply chain. عندنا سلسلة التوريد المعطلة. سلسلة التوريد المعطلة في العالم تؤدي إلى أن البضائع العالقة في طرق الشحن التي لازم التي بالطبيعة تستغرق عادة أسبوعين صارت تستغرق شهرين. اسأل أي واحد اللي عم بيدخل البضاعة من غوانزو ولا من الصين ولا إلى الصين ولا من 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 فنلندا إلى بريطانيا ولا أي إشي اللي لازم يستغرق أسبوع أسبوعين عم يأخذ 3 أضعاف، وهذا يؤدي إلى السبلاي شوك، يؤدي إلى السبلاي كلوت، المعروض بيكون نازل سواء عم تتكلم عن البازيلا ولا عن اللوبيا ولا عن النفط ولا عن الغاز ولا عن هذا، والسعر يرتفع. والبنك المركزي الأمريكي بدأ يركز بشكل متزايد على الأهداف الاجتماعية والوسائل الاجتماعية، وخاصة لما البنك المركزي بيكون معه وزارة المالية الديمقراطية الحزب الديمقراطي الأمريكي. فينا نتكلم هذه بنعمل فيديوهات ساعات وساعات على أشياء هذه، لكن هذه هي الحالة اللي تقول إنه لأنه تضخم. طبعا تعرفين السكر سعره مرتفع، القهوة مرتفع، الصويا مرتفعة، الحديد، النحاس كلهم مرتفعين، وكل هذا الذي يؤدي انه البنك المركزي العالمي مش الامريكي مش راح يكون الوحيد. هلا انتوا اكيد تتذكروا انه لما شفنا الكراش الانهيار النفط في 2015 2014، هذا اتى كان متسبب نوعا ما من الانكماش العالمي في الاسعار وفي قوه الدولار، وهذا لم يحدث الان وهذا ليس الحاله. الشيء الثاني انه عادة إذا التضخم فعلا قوي وما في كل مشاكل، البنك المركزي يضطر أن يرفع الفائدة بقوة، ولكن لسه بدوش يرفع، لساته يتكلم عن بدهم يعملوا التايبرينج والتقليص، ولذلك بصفة الكلام لأنه فيه هناك لأنه الآن مش الديون، العجز الدفست الأمريكي يساوي أكثر من 110%، فغصبا عنهم مش راحين يخلوا العائد يرتفع، العوائد بترتفع والعوائد الحقيقية، وإذا يخلوا العوائد بترتفع لازم ترتفع مع التضخم. لذلك سيداتي وسادتي اسمعوني منيح، هذه إذا أنتم بدكم تروحوا بعد الفيديو هذا، إذا ما عندكم صبر بدكم تشوفوا أشياء في حياتكم، هذا الطريق، هذا الشيء الوحيد اللي لازم تشوفوه، إنه في 2013 من السبب الرئيسي إنه شفنا الارتفاع الصعود الصعود في العائد الحقيقي، لأن العائد الحقيقي هو إيش؟ هو العائد ناقص التضخم. وإيش شفنا؟ يعني الأحمر يساوي البرتقالي ناقص الأزرق. لما العائد النومينال يرتفع يطير والتضخم البريك إيفن اليومي، وهذا بتقدر تجيبوه من اثنيناتهم تقدر تجيبوه من عند تريدينج فيو، لما هذا ينزل البرتقالي ناقص الأزرق يساوي الأحمر بطير. إيش يعني؟ يعني لما هنا شايف كيف؟ لما 1.48 ناقص 2.37 يساوي صفر ناقص 0.88. إيش شفنا؟ لأنه بالأشياء اللي تكلمت عليه، وهذه الأشياء ولا واحد ولا محلل ولا محلل عربي فرنسي، لأنه أنا بيجوني ناس بيقولوا والله أشرف العايدي أنت أفضل محلل عربي، فبيحبوا وهذا فخر أنا بفتخر، بس أنا لا أسعى لهذه الأشياء ولا أسعى بيكون أفضل محلل عربي ولا صيني ولا في منطقة ولا في حدودي ولا في الشمال الشرق الغربي. المهم أنه أنا أعطيكم إشي اللي بتستعملوه، ومش إلا بيخليكم تشعروا انه انتم اذكياء ولا انت تعلمت اشي جديد، لا، انا بقدر اعطيكم فيديوهات كثيرة بتتعلموا فيها الاشياء الجديدة، لكن هل هذه الاشياء الجديدة تقدروا تطبقوها وتبقى معاكم مشان تتساءلوا مثل لما تكونوا لحالكم تقدروا تفكروا بنفسكم؟ والاشي اللي بيصير سيداتي وسادتي انه هنا التضخم نزل لأن الدولار كان قوي، لأن البنك المركزي الأمريكي هو الوحيد اللي كان يرفع
اللي كان يرفع الفائدة، والتضخم ما كان مشكلة لأنه تذكروا لأنه هم بدأوا يسوي التيسير الكمي في 2008 أو 2009 وبعدين قالوا يلا 2013 بدأوا يسحبوا. فإيش سوى؟ شفنا الهبوط، وهذه كانت المعادلة كتير سيئة للذهب. الآن شو عم نشوف للأشياء اللي ذكرتها أنا مع تضخم، التضخم يعني مرتفع في العالم، شفنا التضخم عمل هذا والعوائد عم ترتفع. فالعوائد ارتفعت البرتغالي، ولكن المرة هذه رافقها صعود في التضخم. ولذلك وأعتقد أنه طالما الأزرق يبقى مرتفع مع العوائد، طالما أنه هذا مش راح يفلت ومش راح يطلع العائد الحقيقي، لأنه في ناس بيقولوا الله العوائد، لا مش دائم العوائد، لازم العوائد ناقص التضخم. ليش سيداتي وسادتي؟ إذا العوائد بتكون بتطلع إلى 2% وتضخم يروح ل 2.5%، فتضخم راح يكون أعلى بالعوائد ب 0.5، وهذا الإرفاع العائد الحقيقي راح يكون ناقص، وهذا يبقى سلبي للذهب. إذا العوائد بتضل، إذا وتيرة حركة الصعود في العوائد في التضخم الوتيرة بتكون أقل من العوائد، فهذا سيكون سلبي للذهب. فهذه طريقة. هلا خلينا نتكلم بالجولد سيلفر ريشيو، الذهب مقسوم على الفضة. هلا أنا قلت لكم كثير مرات إنه هنا هنا مش عارف، خلينا نشوف هنا سيداتي وسادتي، في هنا تذكر في نصف الأزمة كنا في مارش 23 2020، أعطينا هذا الذهب مقسوم على الفضة، وقلنا إنه قلنا إذا الذهب مقسوم على الفضة نزل 52 وصل إلى 31 وبعدين رجع، أخذنا المسافة هذه 52 فوق 38 135، وقلنا الهدف راح يكون هذا. هلا شو إيش يعني هذه؟ ليش؟ لأنه قلنا الذهب مقسوم على الفضة، لما يرتفع هذا سيء للذهب والفضة. ماذا يعني؟ خلينا نشوف هنا، راح نروح هنا أسبوعيا ونروح في الخمس سنين. هذه الأشياء اللي أنتوا لازم تراقبوها، أنتوا لازم تسألوا أصحاب الواتساب، أعضاء الواتساب يقولوا لي طيب أشرف حلو، قلت لنا وين العوائد وين الذهب، قلنا وين الذهب مقسوم على الفضة، هل في بريك أوت، هل في هذا. وهنا سيداتي وسادتي التشارت هذا زي ما أنتوا شايفين، هنا هذا الذهب مقسوم على الفضة وهذا الذهب. خلينا نروح ندخل هنا نتكلم عن هذا. أيوة، هذا سيداتي وسادتي المخطط هذا، أوكي، الذهب مقسوم على الفضة. فالآن إحنا إيش عم نشوف؟ هذا نفس اللي شفتوه هنا، وصل إلى 135. لما وصل إلى 135، لما انطلق إلى 135، لأن الذهب مقسوم على الفضة انطلق، هذا أتى معه هبوط في الذهب وفي الفضة مقابل الدولار، أوكي؟ شايفين كيف؟ شفت القفزة هذه؟ شفنا الفضة نزلت والذهب نزل، ولكن لما بدأت الوتيرة بتنزل، شوفوا سيداتي وسادتي، لما الذهب مقسوم على الفضة وصل إلى القمة وبدأ ينزل، الفضة لقى القاع وبدأ يرتفع. وهذه الأشياء فيك أنت تداولها فنيا. إيش يعني فنيا؟ شوف الحلاوة هذه، الذهب مقسوم على الفضة، الذهب مقسوم على الفضة، هذه كلنا نتفق إنها دعم فني. الذهب مقسوم على الفضة، هنا عندك فض 80، هذا دعم هذا دعم هذا دعم هذا دعم. ولما كسر هذا الدعم إيش صار؟ الفضة كسرت مقاومة والذهب كسر مقاومة. شوفها هون، شفت هنا كسر دعم، هنا كسر دعم. ففنياتها هذه، إذا أنت مش واضح الفنيات، أنت عم بتشوف أنت تشارت الذهب عم تشوفها ليل ونهار، أوكي، بتشوف الثار تشارت على الذهب وتقول مش عارف إيش يصير، وهنا كسرت المقاومة، شايف كيف؟ هنا أتت وكسرت، هذا كسر الدعم، الفضة كسرت الدعم، الفضة كسرت المقاومة، الذهب على الفضة كسر الدعم، والذهب انطلق بكل، يعني في صيف 2020 لما الذهب لما كان في أرقام قياسية، كل الناس قالت خلاص هذا الوقت رح ينزل، والناس يجوني على تويتر،
لما هذا كسر هنا كانت مقاومة، شايفين كيف؟ هنا كانت فيه مقاومة، هنا كانت مقاومة كبيرة. أنت شريت وعملت مصاري هنا، لما توصل هون تشوف مقاومة تخاف، لكن إذا تستعمل مخطط هذا، هذا بيكون من الوسائل العديدة الإضافية التي تساعدك تقول خلاص هذا كسر قصر مقاومة الفضة، هذا المقاومة الذهب، وهذا قصر. فأين نحن الآن في هذا الذهب؟ ماذا يقولنا الذهب مقسوم على الفضة حاليا؟ وهذا هو السؤال. فسيداتي وسادتي، إذا بتشوفوا الذهب مقسوم على الفضة، فيه أشياء هنا. هلا الذهب مقسوم على الفضة كان هنا مثلث، إذا بتأخذ المسافة هذه بين 77 و 75 2 زائد 77 79، فالمثلث هذا الارتفاع هذا توازى ووصلنا إلى المقاومة. فأنا أعتقد أنه إذا رح يكون في هبوط أقدر، هذه تقدر تنزلها وتعمل له trend line support هنا، ويقول لك أنه الدعم المسموح للذهب مقسوم على الفضة يمكن رح ينزل إلى 76، من 77 76 هذه مبينة عليها ما إلها معنى، بس إذا الذهب مقسوم على الفضة رح ينزل، فهذا سيساعد الذهب. وخلينا الآن أخيرا ندخل في مخطط الذهب. فهذا يقول لنا انه خلينا نروح في مخطط الذهب، وصور يعني طولت عليكم قبل ما نوصل الى مخطط الذهب. مخطط الذهب سيداتي وسادتي شو قلنا؟ خلينا بس نبسط الامور. هنا كان عندنا دعم هام، أوكي. هنا كان عندنا دعم هام والذي فعلا كسر معه. هنا كانت مقاومة 1764 مقاومة، لكن إذا منروح في الأسبوعي إحنا نحن قرب متوسط 100 يوم الأخضر، 100 أسبوع، لكن الذهب يقول لنا إنه الآن ما زلنا في كباية الكباية والعروة، في نموذج الكباية والعروة. هذا من أهم الإيش، من أهم النموذجات والأشياء كمان في الذهب. إذا بتشوفها كتير مرات تقول لنا الأحكام في الذهب وفي العروة والكباية والعروة، تقول لك إنه إذا خلينا نعمل هنا، هذه تقول لك سيداتي وسادتي انه وانت تقدر تشوفها وتكتب كوبن هاندل، تكتبها بالانترنت يعني ما عليك. تقول لك انه هذا مجال ايجابي ومازال مدعوم طالما يبقى في فوق النصف المسافه بين القاعده والطوب، يعني نقول حوالي هنا، حوالي نقول على الاقل 1550، لكن بدناش نخوفكم، بدناش نقول انه لازم يروح ولا راح يروح 1550، لكن مستوى الدعم هنا يتناسب مع هذا مع قاعده الكوبايه. والعروه هي ان العروه يمكن تمتد من هنا الى هنا وتنزل الى نصف ولا ربع المسافه هذه، وهذا يتناسب سيداتي. يعني ايش يعني كل كلام؟ انت بدك تداول، انت بقول خلاص هذا كله، بديش اتكلم، بديش اعرف على الفيدرالي، بديش اعرف على 2013 و14 بكم في تاريخ، انا بس بدي اعرف 40 نقطه 50 نقطه. من حيث الريورد تو ريسك، ولا من حيث المكافاه الربح والخساره والنسب، انا نقول اذا الذهب اقنعنا، وانا وراح يكون في تايبرينج، راح يكون في تقليص في نوفمبر، وراح يكون ورفع الفائده يمكن تجي في 2023 او 2022 مش مهم، لكن اعتقد هنا في هذه المسافه اذا انت تقدر تشتري، تحط ستوب على 35 36، وتشتري هنا وتستهدف 75 76، هذا شيء قصير المدى تقدر تسويه. لكن خلاصه الكلام، الناس اللي بيسمعوا الفيديو هذا وهم اللي بيتاجروا ب السبائك، وهم اللي بيقدروا اللي ما عم بتداولوا على مارجن، وانتم بتقدروا تتداولوا بالسبائك كاش مع اوربكس عندهم الخدمه هذه، انه في عندك يعني خدمتين، بتدفع بتشتري السبائك
أونلاين بس كاش واحد واحد، وهم هم اللي بيحتفظوا بالسبائك لكم عندهم هم بستورج بدبي وفي بالأردن كمان في أوربكس، وفي كمان إنه أنت بتشتري وبتقدر بتحتفظ بها. فإذا أنت مش زي اللي بتداول بالفوركس بالليفرج بالرفع المالية اللي بتنزل عليه $5 خلاص بيروح فيها، إذا أنت بتقدر تتحمل فأنا نقول إنه الذهب يمكن المدى الطويل المدى القصير من هنا إلى يمكن بعد شهر ما زال في عملية وجود نفسه والبحث عن نفسه. أوكي، راح ننزل إلى 1720 يمكن ننزل إلى 1680 وعاود نطلع. أوكي، ولذلك الذهب الآن أنا نقول الذهب هو والنحاس نقدر نتكلم، إذا بتشوفوني بدبي ما أقدر أقول لكم كيف تدخلوا بالنحاس وبالبلاتينيوم، لكن الذهب هو من أحسن من أقوى المعادن استثماريا للمدى القصير، لأنه المدى الطويل راح يدوخك والذهب مش راح يكون جاهز لما هو يكون جاهز. مثل هنا تتذكروا ب 2020 هنا قبل 2020 شوفوا إيش سوى، نزل وطلع ونزل وطلع وبعدين انطلق. أوكي، فالأسباب عدة، في هناك عدة ديناميكيات، في هناك أسباب قوية لتقليص السيولة وبعد ذلك يمكن رفع الفائدة وهذا سلبي للذهب، لكن في هناك أسباب رائعة وجيدة جيدة وكبيرة لتحسن التضخم، وهذا سيداتي وسادتي اللي لازم يساعد الذهب. أكمان مرة أخرى الكلام هذا أنا بديش أتفلسف عليكم أقولكم وين رح يكون بالضبط، لأنه الذهب يقدر يعمل اللي عمله هون. شوف هون إيش سوى، يعني شوف هذا سعر حقيقي، الذهب يمكن ينزل إلى 1692 بنفس اليوم بعدين يرجع 1730. اللي فكر رح ينزل بيكون عبقري، واللي فكر رح يطلع يقول لك عبقري. فالذهب سيتمكن من إقناع الاثنين المشتريين والبائعين بأنهم على الصواب، لأنه راح يكون في هناك ضجيج، وأنت you have to get over the noise، ولازم تتداول بطريقة أنك ترفع من الضجيج. لكن أعتقد أنه على المدى بعد شهرين 3 أشهر المشتريين هم الذين سيفوزون بالأمر. وحتى إذا تدخل هنا وبتدخل بال4 ساعات وبتقول لي أنه هنا في هنا مقاومة على 1760، إذا بدك أنت تحط أوردر الآن على قريب يعني بيع، ما تحط بيع. إذا بدك تحط بيع على 1750 لازم تحط ستوب فوق 1767، لكن أعتقد أن في هذا المسار لا تنسوا في آخر يومين الشهر سيكون هناك نهاية الشهر ونهاية الأسبوع نهاية الربع السنوي، وهذا سيؤدي إلى كثير أتذبذبات ما إلها ولا معنى بالكلمة في البورتفوليوز والمحافظ المالية، لكن أعتقد أن الطريق ما زالت تفتح المجال إلى 1770 مرة أخرى، ولكن هذا الذهب لسه ما هو مستعد إنه يروح فوق 1790، ولكن إذا يلمس 1739 هذا لا يعني إنها نهاية المطاف. أوكي، لأنه كمان لا تنسوا المخطط الأسبوعي اللي قلت لكم عليه. أوكي، وإنه هذا شايفين كيف الترند لاين سبورت الأخضر يقول لك إنه إذا في احتمال كبير إنه راح نشوف إذا نكسر 1740 رايحين إلى 1690 و80، لكن إذا نكسر تحت 1680 لا أعتقد إنه هذا نهاية الذهب، راح يكون one more level، راح يكون هدف آخر الأخير اللي هو متوسط 200 أسبوع اللي هو يمكن يكون في 1540، لكن أعتقد إنه فيه بس احتمال 10% إنه راح ننزل تحت 1000 تحت 1600، أنا نقول احتمال 10%، أوكي؟ إنه ننزل 1600، لكن إذا بتقول لي في نهاية عام 2022 ولا في منتصف 2022 هل الذهب سيكون قريب على 2000 أم قريب على 1400 و500، أنا نقول سيكون أقرب إلى 2000، أوكي؟ الناس اللي بتقولوا كيف نتداول بالناس داك وبالعوائد والمؤشرات، مش راح يكون في المؤشرات، بس أريد أن أقول لكم إنه هذه قلناها كتير مرات، لما العوائد بترتفع بشكل حاد هذا كتير سلبي للناس داك وإيجابي للداو جونز، ولذلك الناس اللي استغربوا وقالوا يا أخي أنا ما فهمت فيها ولا إشي، الداو جونز كان مرتفع 200 نقطة والناس داك كان نازل 200 نقطة، كله من العوائد، وفيه هناك أسباب عدة إنه ارتفاع العوائد يؤدي سلبيا أكثر إلى الناس داك وسلبيا أقل
وإيجابيا أكثر للداو جونز وشوي إيجابيا للأس أم بي اليو أس 500، ولما يكون في هناك هبوط حاد في العوائد فهذا يكون كتير العكس، كتير إيجابي للناس ده. ولذلك أنا لما شفت اللي شفته هنا في العشر سنين يوم الاثنين، أول إشي اللي قلناه أعطينا الصدقة لا أصحاب الواتساب اللي وقلنا هنا، قلناها يوم الاثنين يعني 27 الشهر. أوكي شو قلنا؟ سلام للجروب، تطورت هامة جدا في العوائد، مخطط وتفسير ولحظات، أعطينا المخططات المهمة عن الجاب، وين الجاب وين الفجوات في الاس ام بي وفي الناس داك و و و وفي الذهب. وبعدين رحنا وقلنا الصفقة، قلنا ناس داك متعرض للخطر، بيع ناس داك قرب 15,230، استهداف 1570 ستوب. أنا غلطت، قلت التصحيح ستوب سيكون 15,390، وفعلا بعناه على 15,230 ورحنا 15,110، يعني ضرب 170، عملنا أكثر من 70 نقطة. وبعدين عاود دخلنا بالشراء على قرب على 15,150 واستهدفنا وعملنا ستوب على 15,110، هذه ما أعطيناها للواتساب، لكن عملنا ندوة تانية وأعطيناها بالندوة، وفعلا يعني ضرب 15,170. أوكي، واللي حب يعرف شوي عن المؤشرات ديروا بالكم، لأنه هنا في عندك جاب، الجاب هذا ما زال في الناس داك، لسه ما سكر الجاب الفجوة. وأهم إشي الداو جونز لا ما عنده مشكل مع الجاب، لكن اليو اس 500 وهو اللي يعجبني تداوله. إذا بتشوفوا هنا سيداتي وسادتي تلقى إنه إذا هذه بتشوفها باليو اس 500 بتشوف الجاب، لكن هذا مبين عليه إنه راح يحاول يروح يرجع إلى 4410. الفرق بين 10 و 20 يكون حوالي يعني حوالي 20 نقطة في الداو جونز، في اليو اس 500 تساوي حوالي 180-190 نقطة في الداو جونز. فهذه الفكرة سيداتي وسادتي، إن شاء الله إنكم تعلمتوا واستفدتم، إن شاء الله تستفيدوا في من الذهب والفضة والأشياء، آخر تحديث في الذهب والفضة. في إيش اللي أريد أتكلم عليه اللي هو العقود الآجلة، تمركز عقود آجلة، الشراء، عدد عقود الشراء ناقص البيع. يقول لك إنه هنا لم يتمكن العقود الشراء ناقص البيع أن تقصر، ولكن الآن دير في الذهب الآن لازم نشوف الدعم، لازم نبقى فوق 150,000. أوكي، الفضة ما زال قريب على الدعم. وهذه الحالة سيداتي وسادتي، إن شاء الله مرة أخرى نشوفكم في المعرض في فوركس إكسبو هنا في دبي. وإن شاء الله سيداتي وسادتي وإن شاء الله نشوفكم في المعرض، ولا تقدروا تتصلوا فينا مع أشرف العادي ولا مع أوربك. شكرا لكم، بارك الله فيكم وبالتوفيق.